ازاي تعمل إيديت الكريسماس على برنامج لايت روم؟ النهارده هنستخدم فلتر لو انت طبعا هسيبه لكم اللينك من غير باسورد مرفوع على موقع موديفاير، تقدر تروح تحمله او لو انت عايز تشوف الطريقه تقدر تكمل الفيديو. هو ده الكاسيت، اوريكم ده اللي هيحصل في الصوره. اول حاجه في التمب التون هتخليه بلس 4، وهنا الاكسبوجر ده بتلعب عليه على حسب الصورة بتاعتك. الكونتراست لو ظبط معاك تخليه على 48 سالب 48 خليه، الهايلايت خليها سالب 20، والشادو خليها بلس 100، والهايلايت خليها بلس 40، والبلاكس خليها سالب 40. طيب الكلاريتي هتخليها بلس 8، ودي هتخليها سالب 20، ودي الساتوريشن خليها سالب 15. التون كيرف مش هنستخدمه في الفلتر ده، تمام. هنيجي عند دي، والهيو هتخليه صفر، والساتوريشن برضو صفر، ده في الهايلايت. ودي برضو هتخليها صفر، لكن هنا الهيو هتخليه، ده حاجة مهمة جدا، هتخليه 230، والساتوريشن هتخليها 20. تمام، دي لأ برضو دي مش هنستخدمها. نيجي على قائمة إفكت، هتخليها سالب 20، ودي هتخليها 50، دي هتخليها صفر زي ما هي، ودي هتخليها 50، والهايلايت هتخليها صفر زي ما هي، ودي هتخليها صفر، والسايز هنا هتخليه 25، ودي هتخليها 50. تمام، هنا نيجي وكله على صفر ديفولت يعني بس كده. أول ما تخلص كل الإعدادات دي هيجي معاك الإفكت ده، إفكت طبعا جميل جدا. إفكت طبعا لو الموديل اللي عندك لابسة لون أحمر كان هيبقى بيدي شكل أفضل كتير، ولكن الصورة اللي لقيتها، لو أنت مش مشترك للقناة اشترك، لأن هنزل فلترات كتير سواء على الفوتوشوب أو كمان تقدر تستخدمه على لايت روم. وكمان الفلتر ده تقدر تستخدمه على لايت روم نسخة الكمبيوتر، وكمان تقدر تستخدمه على نسخة الموبايل بكل سهولة. لينك التحميل في الديسكريبشن مرفوع على موقع ميديا فاير، تقدر تروح تحمله. بس كده، سلام.